في شيء ما في شيء، هيدي وحده بتحكي كثير. تعال فرجيك على اذا مفكر رح اطلع اترك كل شيء هيك بالهين بتكون اهبل. حاجه تكبري كلام، فوتي لجوا وراح ابلعها. ولك حاجه تقلي بدك تبلعها، انت لازم تفل من هون. نحن مستاجرين من زمان وما رح نتخلى عن بيتنا ورزقنا كرمال حدا. اذا عم يضحك عليك هيدا لازم تعرف. شو القصة يا شيهات؟ شو القصة؟ بعدين بشرح لك، فوتي لجوا، هيدا مش فهماني شيء. ولك حاجة تقلي مش فهماني شيء، حاجة تقول مش فهماني شيء، خبره قل له انك عم تستغل قانون الاجارات الجديد لتقلعنا من بيتنا، شو فكرك هيك رح تمرق معي القصة؟ ما قلت لك اوعى تسود لي وجهي مع صهري، الله لا يوفقك يا جماعة. انا اميرة بنت فريد بمصلح هون قاعدة، ما في شيء رح يضهرني من مطرح بيي. وطي صوتك. فل من هون، وانت رح شوف لك مطرح تاني تشتري، يلا. طريق معيتك. سكتية معيتك. سوري بعتذر منك، ما كنت عارفة في حدا جوا، تفضل تفضل. شو هاد يا شيخ جهاد؟ عجبك على هالبهدلة بالصباح؟ لا بهدل ولا شيء، بعدين بشرح لك. اشرح له له. على كل الأحوال ما تواخذونا يا جماعة، يعني نحن ما كان قصدنا نضايقكم. الله يخلي لك الست الوالدة ويديمها فوق راسكم. يعني أنا ما كنت بعرف إنه في جلعصة بالموضوع. عدم المؤاخذة ودايمي على هدول. أهلا وسهلا، ما تواخذنا. صحيح نحن يا جماعة على أساس جهاد عم يبيعنا نظيف، ما تواخذونا.